من مدينة كوفنتري في بريطانيا ينضم إلي رامي عبد الرحمن وهو مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. أستاذ رامي أهلا وسهلا بك. يعني سيسألك البعض ويقول لك أين الدقة في مثل هكذا فيديوهات، من هو هذا الشخص؟ وربما يشكك الكثيرون ويقولون لك أنه حزب الله لطالما نفى بشدة مثل هكذا التعاون، وأنه يؤكد أنه قاتل ويقاتل داعش منذ عشرات السنين في سوريا والعراق وسقط له المئات في هذا القتال، كيف تردون؟ نعم، مساء الخير. طبعا حزب الله لا يستطيع التشكيك، لأن حزب الله يعلم كيف قمنا بتصوير قادته في السيدة زينب، قادته في دير الزور، والتقطنا الصور في داخل اجتماعات الحزب، والحزب الله يعلم إلى أين وصل اختراق المرصد للحزب والميليشيات الإيرانية في هذه المنطقة منذ أكثر من عامين. ونعمل في داخل هذا الحزب الذي دخل على أساس أنه سيساعد الشعب السوري في محاربة الإرهاب، وإذا به يكون جزء من الإرهاب الشعب السوري وقتل أبناء الشعب السوري. لا يستطيع الحزب التشكيك، لأن لدينا بالأدلة كيف كان هناك الاجتماع والوثائق التي نشرناها، كيف جاءت برقية من الحرس الثوري الإيراني من أجل البحث عن وسيط مع تنظيم داعش بالبادية الذي كان قبل صيف العام 2021 يقوم بهجمات مكثفة ضد الحزب، ضد الميليشيات في البادية السورية. فجأة بدأنا نوثق فقط الهجمات تكون ضد قوات النظام، ضد المدنيين في البادية السورية. على سبيل المثال، إحصائية العام 2022 كان هناك 100 عملية لداعش في البادية السورية، غالبيتها الساحقة والساحقة جدا كانت ضد قوات النظام فقط، لم يقتل أي عنصر من الحزب، كانت عناصر الحزب ويعني قوافل الحزب تمر أمام عناصر داعش لم تستهدف نهائيا، فقط في عمليتين أو 3 عمليات قتل عناصر 4 أو 6 عناصر عفوا من فاطميون وزينبيون بنتيجة فلتان من بعض عناصر داعش الذين قالوا سيحاربون الروافد. ما دون ذلك كان هناك تنسيق كامل، كيف للبادية السورية التي ينتشر فيها داعش بشكل كبير جدا أن تمر القوافل من حماس باتجاه البوكمال مئات الكيلومترات ولا يستهدف أي عنصر من حزب الله على الإطلاق، ولا تستهدف دوريات الحزب ولا تستهدف دوريات للميليشيات الإيرانية. فقط ما نشاهده وما نوثقه بأن هناك المئات من عناصر قوات النظام هنا مزدوجين الجيش العربي السوري هي التي تقتل، المدنيين السوريين هم الذين يقتلون. وهنا تحدثنا يعني عندما قلنا عن قتل عمال الكما قلنا بأن عناصر داعش يمرون قبل أن نشر. استاذ رامي فقط لو سمحت لي حرصا على المصداقية، يعني أنتم نشرتم هذا الفيديو، طيب لا نعرف اسم هذا الشخص، لا صوته أنت إيه، بس بالنسبة إلى المشاهد يعني هو يسمع صوت، وصوت ربما يعني متلاعب فيه بشكل او باخر. هلا لا نعرف، لا الصوت هو الصوت بشكل قطعي يا استاذ. طيب بس نعم فقط لحرصا على المصداقيه نحن يا استاذ رامي، لانه حزب الله دائما يقول عقائديا ومذهبيا هو على طرفي نقيض مع فكر داعش، فلذلك هنا المصداقيه يعني انه هذا الفيديو الى تاكدتم منه 100%؟ يعني الفيديو نحن منذ بداية هذا العام بعد أن نشرنا التوصيف كان هناك يعني هناك شيء مستغرب بأن لا يكون هناك عمليات ضد الحزب من داعش الذي قيل بأنها تحارب الحزب وضد مشروع حزب الله أو مشروع المنتشر في المنطقة من طهران إلى بيروت. بدأنا بعملية التحقيق من داخل يعني ميليشيات إيران عبر الذين يعملون مع المرصد وحزب الله. يعني عندما نتحدث عن وثائق وتاريخ الاجتماع وكيفية الاجتماع والتواريخ وكيف جرى تمرير عناصر داعش باتجاه شرق الفرات لتنفيذ عملية سجن غويران، بعد ذلك خرج عناصر داعش أو قادة منهم من شرق الفرات باتجاه البادية السورية، وعندما قتل أمير داعش في درعا من مرر أمير داعش إلى تلك المنطقة وعاش في تلك المنطقة بهذه السهولة؟ هل هبط بمصطفى الى تلك المنطقه؟ طيب لذلك نقول بان تعامل الحزب في الباديه السوريه هو موثق بشكل كبير جدا. انا قلت باننا كنا نحقق بالتعاون الكبير بين الحزب وبين داعش في الحدود السوريه اللبنانيه. نعم هناك معلومات عن تعامل لكن لم نصل الى توثيق. ما موثقناه بالبرقيات والاجتماعات وتواريخ الاجتماعات كانت في الباديه السوريه وهي موثقه بشكل كامل. لدينا وثيقة صادرة عن الحرس الثوري الإيراني غير مزورة، لدينا بيان من داعش عندما طيب استاذ رامي
طيب سأكتفي بهذا القدر لضيق الوقت. من مدينة كوفنتري في بريطانيا رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة.